أنا اسمي جمال عواد من سوريا مقيم حالياً بلبنان. ببدايات فكرة مشروعنا كانت القصة مجرد أنه شيء بسيط ما توقعنا أنه ينجح. ولما بلشنا مشروعنا واجهتنا عدة مشاكل، أبرزها أنه ما كان عندنا مساحة زراعية نقدر نزرع فيها وقلة الإمكانات. كان الحل أنه نبلش مشروعنا من ناخذ جزء من أرض زراعية أهلي كانوا ضامنينا ونزرع ونبلش فيه. من أبرز المشاكل اللي واجهتنا بالسوق أنه الأنواع اللي عم نزرعها اللي هي المزروعات الغير تقليدية عم تنباع بسعر كتير غالي وبشكل منه صحي ومنه طازج أبداً. فنحن قررنا نبلش مشروعنا اللي هو BobPlants ونبلش نزرع هذه المزروعات ونبيعها بشكل صحي وطازج وبسعر أقل من سعر السوق. بيوم من الأيام أنا كنت عم قلب على الفيسبوك، فكنت عم فتش على ممولين كرمال ناس يحتضنوا لي المشروع، وبالصدفة طلعت لي مسرع جسور الزراعية وسجلت فيها وأخذت التريننج فيها. المشاركة بمسرع الجسور الزراعية كانت تجربة كتير حلوة وكتير منيحة لنا، فادتنا بعدة أشياء، واللي هي إنه نحن قدرنا كيف نعرف الفئة المستهدفة، الناس اللي كيف بدنا نبيعهم، كيف نسعر، وكيف نعمل التحليل المالي لنشوف مشروعنا إذا كان ناجح، وقدرنا كمان نحصل على تمويل لنبلش مشروعنا ونوسع شغلنا أكتر. لما بلشت بمسرع الجسور أنا كنت أول شيء هدفي إني أخذ الاستفادة من التريننج، ما كنت حاطط ببالي الفوز، وحتى ضليت ليوم الديمو داي انا قلت لها لزينة، قلت لها انا مستحيل اطلع، وربحت اخذت المركز الثالث. التمويل اللي قدرت احصل عليه من مسرع الجسور الزراعيه حنكون عم نستاجر ارض زراعيه جديده وعم نزرع من 3 لـ4 انواع مزروعات جديده ونكون عم نروج لها بالسوق اللبناني. وبنطمح نحن بعد 5 سنين من انشاء المشروع بانه نفتتح فرعين بيشملوا الشمال والجنوب لنكون اقرب لزبوناتنا. بالنسبة إلي شخصياً كان تجربة التريننج هي شيء مفيد لإلي، مش بس لهلأ، لبعدين. أنا في حال يمكن مشروعي مثلاً هلأ أعمله وفكر أعمل مشروع تاني، أنا صار عندي التدريب اللازم لو بدي أفتح هلأ مشروع 2 و3 قادر أعمل لهم دراستهم، أعرف هيدول المشاريع رح ينجحوا، لمين بدي بيع، وين بدي بيع، وكيف بدي بيع.